You're watching the news on Bahrain International. I'm Hamid Shaban. Good evening. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa ratified and issued Law 22 of 2018, issuing the Restructuring and Bankruptcy Law, following its approval by the Shura and Representatives Council. The law cancels the Bankruptcy and Reparation Law issued under decree by Law 11 of 1987. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received well-wishers from the Northern Government on the holy month of Ramadan. The meeting is part of a series of encounters His Majesty the King has been holding with citizens from various towns and villages during the holy month. The audience offered their best wishes of steady health to His Majesty the King, expressing hope that all Bahrainis would benefit from the blessings of the holy month. They also expressed gratitude to His Majesty the King for the projects being implemented in the Northern Government. His Majesty the King thanked the members for their noble sentiments and expressed pride in the patriotic stances, dedicated endeavors and positive contributions of the people of the Northern Government. He also stressed the significance of Ramadan majlises in reinforcing bonds between all components of the society and in consolidating the one family spirit that has characterized Bahrain throughout its rich history.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير البداية تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. In an address to His Majesty the King, Nizar al-Basri, on behalf of the delegation, expressed gratitude for accomplishments and achievements and optimism about the days ahead and reiterated allegiance. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي بجلالتكم ونحن في النصف من شهر رمضان الكريم لنرفع لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم أعطر التهاني وأزكى التحايا بمناسبة هذا الشهر الفضيل، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل والوطن العزيز في تقدم وازدهار وأمن وأمان. سيدي جلالة الملك المفدى، طالما عبرت يا صاحب الجلالة لقاءاتنا الرمضانية السنوية في ضيافة جلالتكم السامية الكريمة عن تجديدنا للبيعة المعبرة عن نسيجنا الوطني العريق، فهذا الجمع من الأهالي يضع أمامنا صورة فيها من الجمال ما يسعد أفئدتنا بانتمائنا إلى البحرين المجيدة وبولائنا لمليكنا المفدى، ولنفخر بعهد جلالتكم الزاهر الذي فتح فيه المشروع الإصلاحي الكبير منهاجا ودربا تميزت به مملكة البحرين على طريق النهضة والتقدم بجهود أبنائها المخلصين المتطلعين لرؤية بلادهم في مصاف الدول المتقدمة. سيدي صاحب الجلالة، لقد أفضتم على شعبكم بالحب فجاء صداه مفعما بالوفاء، وكم هي ذات بهاء ونماء في هذه اللقاءات التي نفخر
بحضورها في رحاب لقاء وطني يجمع بين قائد وشعبه، فيأتي الفيض مصاغا بروح الأسرة الواحدة والتعايش والمحبة بين أفراد البيت البحريني، وهو ما يجمعنا في رباط أطيب الشمائل ويلم شملنا في كل الظروف والمراحل. وكم يفخر أهالي المحافظة الشمالية بأن يكونوا جزءاً من هذه الرؤى وأن يشاركوا في بناء الوطن، لينهلوا من توجيهات ورؤى جلالتكم القيم الرفيعة والدلالات النبيلة لنرتقي ببلادنا بين الأمم. وإننا يا صاحب الجلالة نتطلع دائماً كمواطنين إلى فيضكم الدائم بالخير والصلاح، ونعبر عن العرفان والشكر لجلالتكم في عهدكم الزاهر لما تشهده بلادنا من مشاريع واعدة. وكم كنا سعداء ونحن نتشرف بجلالتكم في افتتاح مدينة سلمان كمعلم عصري متميز في سباق نهضة عمرانية وحضرية شاملة كما وصفتم جلالتكم، وما شرفتم به شعبكم الكريم من أن المستويات الرفيعة من الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا استجابة أهل البلد الكرام لمتطلبات التطوير والتعمير. وأكدتم أن تلك هي سمات الإنسان البحريني بفكره المستنير وقناعته المستقلة التي تجعله قادراً على تجاوز التحديات والسعي للتغيير الإيجابي من أجل الوطن الغالي. سيدي صاحب الجلالة، لقد منحتم يا صاحب الجلالة شعبكم فيضاً من مشاعر الحب والنقاء، فبادلكم بصادق العهد والوفاء، ويأتي تشريف أبناء شعبكم بلقاء جلالتكم مبعث فخر واعتزاز وأمل، حيث تتجسد الروح الواحدة المتحابة والساعية خلف قيادة جلالتكم الحكيمة لبناء هذا الوطن النموذج، مسترشدين برؤى جلالتكم القيمة وتوجيهاتكم السديدة لما فيه خير الوطن وحفظ أمنه واستقراره وصون وحدته وسيادته، من خلال المشاركة الفعالة في إطار التوافق على مصلحة الوطن أولاً، لنمضي في ظل قيادتكم المضفرة نحو آفاق التقدم بإذن الله. صاحب الجلالة حفظكم الله، أصحاب السمو المعالي والسعادة، الحضور الكرام، إننا أبناء أهالي المحافظة الشمالية نتطلع إلى المستقبل باعتزاز وتفاؤل وإصرار على تحقيق المزيد من المكتسبات، فطموحنا يتلاقى مع العهد العظيم لجلالتكم للعمل والمساندة بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتطلع لزيادة مشاركة أبناء المحافظة الشمالية في دعم عجلة التنمية الشاملة المستدامة، والانطلاق بالسواعد البحرينية التي تبني وترفع شأن هذا الوطن، مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ بلادنا ومليكنا وشعبنا ويمدهم بالنعم ببركة شهر رمضان الفضيل، ولتستمر مسيرة النهضة والبناء في عهد جلالتكم الزاهر، فتتوالى البركات والخيرات والمسرات على الوطن. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. Then His Majesty the King delivered the following speech. إخوان شهر مبارك إن شاء الله عليكم. الله يعيده بالخير والبركة عليكم وعلى أسركم وطبعا علينا جميعا في هذا البلد الأمين. بالنسبة للمحافظة الشمالية أشياء كثيرة لا يمكن أن أنساها. من رجال المحافظة إلى إنتاج المحافظة، جينا للزراعة أو جينا للحرف فهي مشهورة بهذا، ونجينا للموانئ والتقدم، بعد اشتهرت المحافظة برجالها في أنشطة تجارية كثيرة، ونجينا للآثار القديمة ورمز المقاومة والدفاع عن البحرين، فبعد القلعة شاهد على ذلك الموجودة. فالحقيقة أشياء كثيرة مجتمعة، ونجد جمال الطبيعة بالنسبة للمحافظة من مياه ومن خضرة، كل هذا يعتبر برنامج أن نعيده بصور أجمل وأكبر وإن شاء الله بنتائج أفضل. وهذا التوجهات الآن اللي بالفعل إحنا متوجهين بها. فمدينة سلمان هذه يقولون أول الغيث قطرة، وإن كانت هي أكبر من قطرة، 10 جزر، فتعتبر نوع من الأرخبيل، 10 جزر مترابطة بجسور، وأعتقد إلى آلاف المواطنين. والفكرة بسيطة، إحنا لما رأينا أن بعض اللي عندهم إمكانيات أن يكونون في مناطق أريح من المدن، بحيث أنه يعني إطلالة على البحر وراحة أكثر من الإزعاج، قلنا إحنا نبني مدننا الإسكانية على نفس النمط. المواطن بعد تكون له إن شاء الله إطلال على البحر ومكان مريح يرتاح فيه. وبالفعل مهما نعمل مقصري. فاليوم إذا جينا حتى إلى باب الإصلاح، وأنتوا شكرتوا وأنا شاكر على ما توصلنا له، الإصلاح اللي حصل لو ما تجاوبكم جميعا لما حصل، ولكن التجاوب أنتج. وهذا ليس نهاية الطريق، هذه هي البداية. احنا نكمل وان شاء الله اللي من بعدنا يكملون، ولكن النهج هو للأفضل وللأحسن باستمرار. الدافع واضح، الدافع بسيط، ان اهل البحرين متمكنين من فهم الأمور، فهم الحدود، فهم المطلوب بعلمهم وبخبرتهم وبجهادهم المستمر في طلب المكانة اللازمة والمكانة المرموقة والعيش الكريم. وإحنا جزء منكم، إحنا معاكم. وعلى كل حال البحرين جزيرة، وأهل الجزر
يصبحون عائلة، لا يمكن يتفرقون، لأن ما هنا وديان سحيقة أو لا هنا جبال شاهقة تمنع الناس عن بعضها بعض. إحنا من الله خلقنا إلى اليوم وإحنا أسرة واحدة، وهذا قوة البحرين. مهما حدث في الإقليم أو في العالم من مآسي للأسف نحزن لحدوثه، إحنا نبقى إن شاء الله في أمان بتكاتفنا. وهذا أبرك بلد في العالم ولله الحمد، مشهورة بمحبتها والكل يحبها. أنا على كل جولاتي في العالم ما سمعت يوم ولا وأنا مو معروف، يعني أحياناً أتجول ما أسمع شيء عن البحرين وعن أهل البحرين إلا كل خير. إنهم ناس يعملون يدرسون يقومون بواجباتهم على أكمل وجه مهما كانت الدينية والدنيوية، فهذا الحقيقة الأساس اللي جعلكم ولله الحمد تستاهلون الخدمة. على كل حال أنتوا تشجعوا، أنا لو طلبت شيء من أي واحد في هذا البلد يقوم باللازم وأكثر، حتى ولو كان المقابل قليل أو من دون مقابل يفرح أنه يخدم. كل واحد منا أعتقد يشعر بهالشعور عندما يطلب منه العمل ويعطى مهمة يفرح أنه أعطي هذه المهمة للعمل، لأن طبيعتكم وطبيعة الجميع نشاط وعلم. فعلى كل حال أشكركم، إن شاء الله شهر مبارك ونشوفكم إن شاء الله في مناسبات عديدة، إن شاء الله نزيد من هذه المناسبات تبينون لنا اللي في خطركم ونبين اللي في بعد خاطرنا. وأنا أشكر على الكلمة الممتازة اللي الحقيقة عبرت عن شعوركم وعن شعوري يعني كذلك وياكم، الشعور مشترك. شكراً وكل عام وانتم بخير. The Northern Governor, Sheikh Abdul Hussein Al-Asfour, expressed delight over the meeting, stressing that it also served as a source of inspiration and motivation to move forward in the nation building process. His Royal Highness the Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa visited yesterday evening the Majlis of His Highness Sheikh Ibrahim bin Hamad Al Khalifa. He stressed the importance of conserving Bahrain's achievements, pursuing modernization and development momentum, and motivating citizens to exert utmost efforts to ensure more successes to the nation. He stressed the importance of commitment to values and traditions, which he said strengthen relations and cohesion between people, adding that Bahraini society was known for its strong harmony and social fabric. He underlined the need to benefit from the spiritual atmosphere reigning during the month of Ramadan to strengthen closely knit people and bolster relations of amity and closeness. He urged commitment to national unity, stressing the need to protect national achievements and maintaining security and stability amid regional challenges and upheavals. His Highness Sheikh Ibrahim paid tribute to His Royal Highness the Premier, hailing his keenness on reaching out to people, getting reassuring about their conditions, and visiting their majlises. Thank you.
His Royal Highness the Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa visited yesterday evening the Majlis of His Highness Sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa. He stressed the government's keenness on overcoming any obstacle which may affect the planned projects, underlining the need to commit to social cohesion. He underlined the importance of Ramadan Majlises, which he said represent schools that cultivate the values of social cohesion and unity as they bring together all social segments. He warned against attempts to prey on the nations to subvert security and stability, stressing the need to commit to social cohesion and national unity to brave all challenges. His Royal Highness the Premier hailed the housing, health and educational strides and development momentum, reiterating the government's firm drive to exert all efforts to further enhance citizens' standards of living. He stressed the crucial importance of focusing on the developing of the national economic and spurring growth, underlining the need for more legislation to support the economic momentum and encourage investment. His Highness Sheikh Ali paid tribute to His Royal Highness the Premier, hailing his keenness on bolstering social cohesion and addressing all issues which concern the nation and the citizens. Thank you.
يموج الفكر في داخل شعوري والشعر الأفلاك، وأنا شعري وعرفه يبحر ما شيء يصيبه قويا، لا كتبته ما رسى إلا وسط مرساك، تغنى بك ومتشوق يشوفك من بعد غيبه، هلابك هلابك عد ما هل النفل في جيتك يرعاك، عدد ما ذعذع بمجدك شموخ من هباب هيبة، تسامى بك تسامى يا سمو الشعر، وغني في سما ليلاك وزف أجود حروف العز ورقى في مراقيبه، هلابك هلابك يا خليفة ابن سلمان اقلط وحياك، تقهوى صافي الأمجاد وابشر بحلة ترحيبه في مجلس في مجلس ابنك اللي جالس دايم على يمناك، علي نسل الكرام اللي قصيدي صار يغنيبه، فرشنا الورد فرشنا الورد لقدومك خليفة، يا طهر مطاك رفاع العز غني وافرحي قومي وهليبه، تريح واستريح وخل فعلك رادع لعداك، فعولك واقع ما هي شعور صرت هدريبه، وطن 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 انت الوطن بعيون شعب طامع برضاك، وطن من مثل حضنك يحوي الاطفال والشيبه، وطن يمشي بطوعك حالف يبقى على رؤياك، رضا بك قايد للمجد ورمز وافي الهيبه، وطن برجاله وطن برجاله الوافين يوقف يفزع ويفداك، يقص لسان من ينوي على البحرين بالخيبه، ذهابك ذهابك منصبك يا ابو علي، ذهابك منصبك يا ابو علي وبحكمتك يزهاك، وحالف لك يدوم العمر لو تكثر خطاطيبه، يحبك كل محتاج يتيم كلنا ابناك، ويغني لك وطن باسمك ابتسامه وصرت تحكيبه، كتبت كتبت الشعر من شاعر يحبك ويقتدي بخطاك، يعرف ان الشعر يكتب وينومس كل معازيبه، وطن انت الوطن يا ابو علي اقلط هنا وحياك، تغني بك شعور وصرت في شعره وترحيبه، يغني بك شعور وصرت في شعره وترحيبه. His Royal Highness the Crown Prince Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa yesterday visited the majlises of Muhammad bin Abdullah Al-Manna'i, Muhammad bin Sheikh Ishaq and the sons of the late Abdul Karim Al-Ansari. During the majlis visits, His Royal Highness the Crown Prince exchanged with them good wishes on the advent of the holy month of Ramadan, underlining the sense of mercy, harmony and constructive communication between the members of the community and the importance of dialogue as practiced by customs and traditions. His Royal Highness stressed the importance of preserving the characteristics of the Bahraini society
society, which is known since ancient times of goodness and tolerance. His Rohanis affirmed that Bahrain continues to work on implementing developmental programs that benefit citizens in the framework of the Comprehensive Development March of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. He pointed out that the prosperous development in the kingdom is the fruit of the modernization and development efforts towards a bright future and reflects positively on the country and its growth, prosperity and progress. His Rohanis pointed out that the current trends take into account the interests of the citizens and achieve sustainable gains and create promising quality opportunities and work to develop the performance of government agencies. He added that the kingdom has taken advanced steps in the field of developing and modernizing information systems and developing government services and providing them with high quality electronic services and services to citizens and residents. His Rohanis said that the efforts are underway to strengthen the role of the main economic sectors in the kingdom and to encourage investment and to enhance the role of the private sector as a major element of growth and sustainable economy. For their part, the attendees expressed their appreciation to His Rohanis the Crown Prince for these visits, praising His Rohanis's support for various aspects of development in the country. Thank you.
Upon an invitation from the representative of His Majesty the King for charity work and youth affairs, President of the Supreme Council for Youth and Sports and Chairman of the Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, Real Madrid team player Karim Benzema arrived in Bahrain, who will be a guest of honor at Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa football tournament Nasser 11. Karim Benzema was received at Bahrain International Airport by a number of officials. Benzema expressed pleasure to be in Bahrain to attend Nasser 11 finale and meet the Bahraini audience at Khalifa Sports City Stadium.